أعوذ بالله، أعوذ بالله. نيلي، نيلي. اجي من هنا زحمه، اروح هنا زحمه، هنا او هنا زحمه، زحمه يا دنيا زحمه، زحمه يا دنيا زحمه. ايوه يا ميرو، ايوه ايوه ايوه، زحمه ولا عادش رحمه، مولد وشعره غايب. لا 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 لا، نكش الفراخ ده انا ما يعجبنيش، عايز شغل احسن من كده. بقول لك يا سعيد الله يبارك لك، انا مش طايق نفسي، انا مش لاقي حاجه اعملها، قلت اجي راسي فيكوا شويه. قصدي فينا؟ ماشي يا عم سعيد، اشتغل بذنبه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عمي عمي، ابويا ابويا، مالك فيك ايه؟ جرالك ايه؟ انت كويس؟ عم رحان اكيد ما افطرش. الحمد لله الحمد لله. طب حد يجيب له اي حاجه يا جماعه؟ طيب ولا طب قوم معايا على المهد. ايه يا جماعه، في ايه في ايه؟ طيب ايه يا ريحان، فيك ايه؟ اتصل بالاسعاف؟ لا لا لا، الحمد لله بقى كويس، بقى كويس يا ريحان. ما ينفعش اللي بتعمله ده، انت لازم ترتاح لك يومين ثلاثه. انا هروح لام شهاب بدي اجيب له عصير وسندوتش. طب خليك مرتاح اليومين دول، وانتوا خليكوا معاه، ولو محتاج يروح مستشفى انا ممكن اوديه. ربنا يخليك يا هاني، تخيرك. لو احتجت حاجه يا عم ريحان بلغني. ربنا يكرمك يا هاني. انت كويس دلوقتي يابا؟ الحمد لله الحمد لله. يا عمي خضتنا عليك وقلقتنا، انا عارف انك بتتدلع عشان عايز تقعد يومين على البحر. طب قوم معايا قوم معايا قوم معايا. لا لا لا، انا عارف ابويا عايز ايه، انا هنزل اجيب لك اكلة سمين من السيده، هترم عظمك كمان، انا عارف انك بتحبها قوي. ايوه يا ولد مروان، انا عايز اكلة سمين. سمين؟ لا لو على سمين بقى، ده انا هنزل اجيب لك بنفسي واجيب لك شرب الكوارع ترم عظمك. تعال يلا حبيبي، تعال ريح جوه شويه، تعال تعال على مهلك على مهلك. يا هناء هناء، الو. ايوه يا استاذ احمد، هي تقريبا في الحمام. لا هي مجهزه نفسها، اول بس ما حضرتك توصل رن عليها وانا هبلغ. ماشي، مع السلامه. شوف راحت فين البت دي، تختفي كده واحد يقعد يدور عليها. هناء هناء هناء، اصحي يا هناء هناء يا هناء. في ايه؟ انت ايه اللي نايمك هنا؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ ساعة ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا جيت لقيتك هنا. منى ايه؟ انا امبارح سمعت صوت نيلي والله العظيم، ودخلت اشوفها ما لقيتش حد. بسم الله الرحمن الرحيم، انت هتخوفيني ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ابدا اصل ابدا اصل احنا لقينا الباب مفتوح، فقلنا اكيد الاوضه سكرت ولا حاجه. الاوضه هتتبيض الاول وهتسكن اخر الشهر.
طب يلا بقى يا هناء عشان تلبسي، استاذ احمد زمانه جاي هنتاخر. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 حبيبه قلبي، انت وشك مخطوف خالص. انا هاخدها اوضتي، اغسل لها وشها واروقها وبعدين ابقى اجيبها لك. تعالي يا حبيبتي، خش يا حبيبتي، تعالي تعالي. ايوه يا استاذ احمد، هي في الحمام. طب يا ريت تبلغيها ان انا واقف قدام الباب. لا خلاص انا هروح استعجلها، معلش اصلها كانت بتلم حاجتها. 10 دقايق بالظبط وهنكون جاهزين. طيب ماشي، مع السلامه. ماشي اوكي، مع السلامه. هي بقالها كتير قوي، احنا كده هنتاخر. طب بقول لكم ايه، تعالوا نروح الحمام اللي فوق شكله فاضي. وانتي تشيتي الجديده هنا معانا صح؟ اه انا صابرين، كليه نظم ومعلومات جامعه القاهره. بقول لكم ايه، طب يلا والنبي بسرعه. يلا هناء، هناء مالك فيكي ايه؟ هناء ايه ده؟ هو انت اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده، في ايه؟ مالها؟ مالك يا هناء، في ايه؟ هي بس شويه صداع، ما بتنامش كويس. تعبانة يا حبيبتي؟ اه هي تعبانة، بس هتنام كويس وهتبقى كويسة. يلا بس نطلع دلوقتي. يلا احمد استني، ده كله بره. هناء مالك؟ حبيبتي اخواتي ايه اللي عمل فيكي كده؟ هناء مش عارفة اعمل ايه. هناء فيكي ايه؟ وحشتيني قوي يا شوشو، وحشتيني.
مالك في ايه؟ مالها يا منى؟ ما فيهاش حاجة كويس؟ ما فيهاش حاجة ايه بس ما تبصي تحت عينيها اسود ووشها اصفر خالص، لازم تروح المستشفى يلا. لا لا هي بس ما نامتش كويس، هتبقى كويسة ان شاء الله. خلاص تعالي نامي في العربية لحد ما اوصل المنصورة واجيب لها الدكتور على طول يلا. هي ما تردش عليا ليه؟ ما فيهاش حاجة، هتبقى كويس. تعالي يا حبيبي تعالي. تعالي. هات الشنطة. حبيبتي يا هناء خلي بالك من نفسك، اسبوع بس وهحصلك ان شاء الله، هتبقي كويسه يا حبيبتي زي الفل. علي من البن بتاعي قهوه مظبوط لمحمود بيه وقهوتي. تمام يا فندم. يلا. وحشتني يا حسين بيه. اندهشت من كلمتك وعزمتك على القهوه ليه؟ بس انت عارف غلاوتك عندي. مع ان انا عندي قضيه قتل مشغول فيها من امبارح واتمايه قفلت خلاص. انا عارف ان انا المفروض ان انا اللي كنت اجي لك المكتب. بس انا كنت عايزك في موضوع مهم. حبيبي يا حسين بيه عيوني ليه؟ قضيه نيلي خلصت انتحار. بس انا اكتشفت فيديو على موبايلها. كانت بتصوره وهي داخلة أوضة صاحبة الفيلا علشان تكتشف دليل. اتفضل. وده سلم الفيلا اللي البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين، خارجين. أنا دلوقتي في طريق الأوضة الغريبة. هو ده باب الأوضة الغريبة اللي أنا قلت لكم عليها. عايز تقول إيه يا حسين بيه؟ في خيال ظهر وراها في الخلفية، وده بيؤكد الشبهة الجنائية وإن في حد دفعها للانتحار. ده مش دليل، خصوصًا إن الطب الشرعي أثبت إنها بتاخد حبوب هالوصف. البنت دي اتقتلت، إزاي طلعت وشنقت نفسها وربطت الحبل حوالين رقبتها كده؟ طلعت على الكرسي، طلعت على السرير. طب إزاي؟ حضرتك بتقول انها واخدة حبوب هلوسة، يعني متخدرة. الموضوع ده فيه حلقة مفقودة. يا حسين بيه القضية دي اتقفلت نهائيا، وأهلها استلموا الجثة ودفنوها. البيت ده فيه حاجة غريبة. أنا عايز إذن تفتيش علشان أوصل للحقيقة. هات لي دليل واحد مادي وأنا أديك إذن بالتفتيش. الموضوع فيه لغز كبير أوي، وأنا هوصل. Thank you.
اهلا اهلا. اسم الله يا حبيبتي وحشاني. ايه ده مالها يا احمد؟ في ايه؟ مالها بتزعلين مع بعض ولا حاجه؟ لا خالص، بس طول الطريق ساكته. منى بتقول ما نامتش من امبارح. لا لا انا بنتي فيها حاجه، بنتي مش طبيعيه. في انا بنتي بنتي تعالي. مالها يا احمد؟ هي طول الطريق ساكته ما بتتكلمش، مش عارف مالها. لا 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 ايوه انا من امبارح وانا قلبي مش مطمن، انا قلبي مش مطمن، بنتي فيها حاجه. افتحي يا حبيبتي افتح، تعالى اكسر الباب ده، بنتي تعمل في نفسها حاجه. يا هناء افتح اكسر. حبيبتي بنتي اسندها كويس يا اخويا، اسندها كويس يا حبيبي. هات هات هنا عسل، هات عسلين. بنتي بنتي مالها حبيبتي بنتي؟ هناء يا بنات يا بنات، جايبه لكم معايا شويه ميك اب. انما ايه؟ عسل عسل بجد؟ بتهزري؟ اه والله. وريه طب بسرعه. استني شوفي شوفي وريني. ايه ده شوفوا حاجات حلوه قوي، تحفه تحفه. على فكره الحاجات دي مستعمله. ايه مستعمله ايه يا اختي؟ والله انت الحاجات دي جايباها منين؟ ده من عند كوافير كبير قوي قد الدنيا، اللي بيعمل النجوم، عارفه هيفاء وهبي ونسي عندهم. ايه الحاجات دي بتاعتهم؟ اه والله دي تحفه. بتتبقى بقى قوي. الحاجات دي بتتبقى عنده كده وانا باخدهم منه بسعر رخيص قوي. يا سلام والنعمه. بتبيعهم جمله بقى؟ ايوه بسعر الجمله. عارفه ده بكام؟ بالعربك ده بكام؟ ب 20 جنيه. بتهزري؟ والله العظيم. واللي في ايدك دي قولي بكام؟ كام؟ ب 20 جنيه برضه. لا بتهزري؟ اه والله. يا حلوة قوي، تحفة تحفة تحفة، هيعجبوكي قوي. بقول لك ايه؟ ما تقولي تجربيها قدام ان هي احسن. عندك حق. دي بتطول الرموش جدا. وانت؟ ايه؟ يلا يلا روحي انت كمان جربي، هتعجبك قوي. استني بس اللون ده. استني. يلا. هجرب الرموش ده كمان. اني؟ ده. ده بتقول لك ب 20 جنيه. حلو قوي، تحفه تحفه عليكم يا بنات والله، تحفه تحفه تحفه. حلي عليك امارات. بصي بقول لكم ايه يا بنات، انا تعبانه قوي وخلاص بقى، انا عايزه انام. بصوا انا هسيب لكم الحاجات دي، اختاروا منها اللي انتم عايزينه وبكره نتحاسب. ماشي اوكي. بصي انا هشوف كده وهنشوف هناخد ايه واقول لك بقى. ماشي. لو على فكره لو خدتوا حاجات كتير انا ممكن اقسطها لكم. ها والله حلوه الفكره دي، بكره نتقابل بقى. بصي انا هقول لك دي حلوه قوي. ده تحفه حبيبتي. بس بالراس يا حبيبتي اسطوري. استني يا هناء. طب بس هي بص طب هناء يا حبيبتي هاتي ايدك. شوف عليكي بس ما تخافيش يا حبيبتي. ايدك يا هناء. اه بس انا شوف ايديك يا حبيبه قلبي. لا لا يا لهوي يا ام هناء. مالش عارفه بنتي، مالها مش عارفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا لهوي. انت سلام بالراحه، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا قلب ام. ثواني ثواني. ميرسي 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 ميرسي. تعالي يا مالها يا دكتور؟ مالها يا دكتور؟ خير ايه؟ انا مش شايفه بنتي فيها خير. بسم الله يا حبيبتي. الله اكبر الله اكبر. تعالي يابا تعالي. فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها ايه يا دكتور؟ قولي. خير ان شاء الله. تعالي اتفضلي ورايا. اتفضل. بسم الله يا حبيبتي. تعالي يا استاذه ورايا. حاضر حاضر حاضر. تعالي وراي. خير يا دكتور؟ طمني. خير يا دكتور؟ شي هذا سايكيك تروما. سايكيك تروما؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. الدكتور بيقول عندها انهيار عصبي. يا ستي السودا جالها منين؟ دي 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 ده زي الفول، ده فرحها اخر الشهر يا دكتور، وكانت مبسوطه وحلوه. لا 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 اكيد البنت جرى لها حاجه. ازاي؟ اهدي بس يا ماما، نفهم. اهدي بس يا جماعه. الانهيار العصبي ده مرض بيصيب اي حد، بس يعني ضغوطات حياه مش اكتر. هي فعلا عدت بظروف مش كويسه، واحده صاحبتها انتحرت وهي كانت متاثره قوي باللي حصل ده، بس انا ما سبتهاش، انا فضلت معاها لحد ما بقت كويسه، لحد ما هي قررت تسيب السكن اللي حصل فيه الواقعه دي. احنا فرحنا كان اخر الشهر يا دكتور. يبقى هي اكيد جواها مش قادر ينسى صاحبتها اللي انتحرت. عموما انا كتبت لكم على مهدئ. اه وفي الدكتوره نجاة المختار، دي افضل دكتوره تقدر تعالج هناء وتساعدها. عامه هي عيادتها في القاهره. طيب. وانت برضو بيخلي احمد ياخد هناء ويروح لدكتوره نجاة. شكرا. تمام. شكرا يا دكتور، وربنا يطمنكم عليها ويشفيها ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني هتبقى كويسه يا دكتور باذن الله يا امي، ولو احتجتوني في اي وقت انا تحت امركم. شكرا. بعدك يا دكتور. مع السلامه يا ابو احمد. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. يكرمك. مع السلامه. مع السلامه.
بسيط. ازاي بسيط؟ بسيط ان شاء الله. لا ايش حبيبتي. يا رب. بسرعه بسرعه يا حبيبتي تعالي يابا تعالي يا بنت تبعنا وانا هكلم الشخصيه